هو عيد الفطر الذي مفترض أن يكون هذا العيد عيد مميز، عيد سلام، عيد محبة، عيد التقاء جميع المسلمين في هذا اليوم. ولكن قبل 5 أعوام، 31 أغسطس كان يصادف يوم عيد الفطر نفس اليوم، واستشهد هذا الشهيد بطلقة قنبلة. باختصار بأن هذا اليوم 31 أغسطس 2011 بعد أن رفعت قضية بخصوص التحري عن قاتل هذا الطفل الضحية، ما زالت حتى هذا اليوم عندما نبحث ونتحرى عن القضية وأين وصلت في دهاليز تلك المحاكم نجدها ما زالت تحت التحري. 2011 ونحن الآن 2016، ما زالت العدالة لم تطرق أبوابها على أرض البحرين. نطالب بالعدالة، نطالب بأن يصلوا أب الشهيد وجميع من يعنيهم هذا الأمر إلى الحقيقة، حقيقة الحادثة التي حصلت، وأن يقتصوا من المجرم وأن يحاكم محاكمة عادلة من أجل العدالة التي يتطلع لها جميع هذه الضحايا. في هذا اليوم لن ننسى هذا الشهيد، ولا ننسى عائلته، ولا ننسى جميع الأطفال الذين استشهدوا، ولن ننسى جميع الشهداء أو الضحايا الذين استشهدوا في ظروف غامضة. نحن مع هؤلاء العوائل وأيضا نتضامن ونطالب بأن يصلوا إلى الحقيقة، حقيقة قاتليهم، ونترقب تلك العدالة. بينما في واقع الأمر عندما نشهد قضايا بسيطة، حرق إطار، نجد بأن هؤلاء المتظاهرين السلميين الذين قد يكونوا عبروا عن موقف بسيط من المواقف يحكمون بعشرات السنوات وتصل أحكامهم. لدينا الآن أحكام بالإعدام، ولكن قاتلي الضحايا ما زالوا محميين وبكل الحرية يتحركون في البلد دون عقاب، مما زاد في تكرار تلك القضايا، ونطالب عدم الإفلات من العدالة. شكراً.